بمواصفات عصرية معتمدة من طرف الفيفا تتواصل الأشغال بمشروع ملعب براقي، حيث بلغت 90% بالنسبة للخرسانة المسلحة واكتملت بالنسبة للهيكل المعدني الذي يغطي الملعب. C'est une charpente tout à fait exceptionnelle puisqu'elle fait 200 mètres de portée par 75 mètres donc sans appui. Donc les quatre appuis principaux donc reçoivent la charpente métallique. Cette charpente, c'est une charpente qui fait environ 6800 tonnes toutes comprises. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le poids de la tour Eiffel sur quatre points d'appui. الملعب يضم 40,000 مقعد ويتوفر على 22 غرفة تتوسط مدرجات الملعب مخصصة للضيوف، و 250 مقعدا مخصصا للصحافة، وأربعة مداخل لأرضية الميدان وغيرها من التجهيزات والمرافق المنجزة بالاتفاق مع القطاعات المعنية. كل مخططات الخاصة بكل هيئة أو بكل مسرحة تم التشاور معها فيما يخص المساحة المخصصة لها، مثال فيما يخص قواعد تركيب كاميرات البث التلفزيوني تم التشاور مع مصالح الإذاعة والتلفزيون الجزائرية، وهناك هيئة تم إنشاؤها على مستوى ولاية الجزائر كوميتي بيلوتاج تقوم بزيارة الملعب كل يوم أربعاء للنظر في مدى تقدم الأشغال. والمميز في هذا المكسب الرياضي تخصيص وسائل الراحة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يعول عليه لتخفيف الضغط على المنشآت الرياضية بالعاصمة.